بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. بمناسبة ذكر بناء الكعبة، وضحنا في كثير من المرات كيف سيدنا إبراهيم ويعين ابنه اللي كان مش يكون ذبيح، فداه الله فداء عظيما، ما لا كان مأمورين أن يعيدوا بناء الكعبة، لأنه حسب بعض الروايات في تاريخ الكعبة، أي بيت المولى سبحانه وتعالى، وهي الكعبة كوب مكعب، شكل مكعب، يعني ما جرفتها مياه كانت موجودة في المكان ذاك، فتجرب وتهز كل ما الحجارات. وربما هنا ربي حب يزيل الكعبة حين أهينت، يزيلها باش يحرم الكرب اللي يدعون أنهم يعبدون الرب، حين يطوفون حوله يصيحوا ويزفروا ويضربوا بيديهم، هم يدوروا بالكعبة عرايا لأنهم فاقدين الإيمان الحقيقي، يعني فارغين، والعرب فارغين، بدون الإسلام فارغين، وأفرغ الناس في مفهوم الدين، مفهوم الحقيقي، ونساؤهم ما لم يسمحوا لهم إلا باش يدوروا ويطوفوا بالكعبة إلا ليلا، ما زالت شوية هكا حرمة لأزواجهم. ولا دائما نفس الشيء، النساء تبع الرجال، ما لا تصفيق وتصفير وتصفيق، يعني شو العرب يسو دي بريميتيف، دي سالو دي بريميتيف، الكرب هذوما العرب بالأقحى كانوا قلة، وكانوا يمشيوا على خطى سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي دائما مصر على ما يلان من الباطل إلى دين الحق، أي دين التوحيد اللي احنا عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والآخر من يهود ونصارى أهل الخسارة لا ريح فيهم للتوحيد، هذا قال عزير بن الله، والآخر قال المسيح إما الله وابن الله. وقت اللي سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم البتول التي حملته بطريقة عجيبة غريبة أراد الله لقصد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى.